بنسخته 44. انطلق على أرض دولة الكويت معرض الكويت الدولي للكتاب على أرض المعارض الدولية بمشرف بحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري. تظاهرة ثقافية كبيرة جدا تنطلق من دولة الكويت، وهذا المعرض هو يعني ثالث معرض في الوطن العربي من حيث الأقدمية والأهمية. لا شك أن الثقافة في الكويت هي عنوان كبير، الكويت مصدرة للثقافة. هذا المعرض الذي يشهد أكثر من 495 دار نشر مشاركة، يشهد أكثر من 103,000 كتاب موجود في هذا المعرض، يشهد مشاركة أكثر من 30 دولة عربية وأجنبية في معرض الكويت 44 للكتاب. أيضا يشهد وترافقه أمسيات شعرية، ندوات، محاضرات، ورش عمل على الحركة الثقافية بالوطن العربي. بالمختصر نحن نعيش يعني عرس ثقافي فني تشهده دولة الكويت في هذه الأيام، ولا شك أن دور وزارة الإعلام مهم جدا في الإشراف على هذا المعرض. 30 دولة عربية وصديقة ومشاركة أكثر من 480 دار للنشر شاركوا في هذا المعرض الدولي للكتاب ليخاطبوا المثقفين بإصداراتهم الثقافية. يتميز المعرض في هذه السنة في مبادرة طيبة من الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب باستدعاء ضيف شرف، وفي هذه الدورة ضيف الشرف المملكة المتحدة، وتتزامن مع استمرار العلاقات الدبلوماسية الصديقة مع المملكة المتحدة بمرور أكثر من 120 عام على هذه العلاقة التاريخية الدبلوماسية. يشارك معنا أكثر من 500 دار نشر ما بين مباشر وتوكيل تمثل 30 بلد عربي وأجنبي. عندنا السنة هذه بالحمد لله ضيف شرف المعرض هي المملكة المتحدة، وذلك بمناسبة مرور 120 عام على الصداقة ما بين البلدين دولة الكويت وبريطانيا. عندنا العديد من الأنشطة الثقافية المتنوعة اللي راح تمتد على طول فترة المعرض والمستمر من 20 نوفمبر اليوم لغاية 30 نوفمبر بإذن الله آخر يوم المعرض. وما يميز معرض الكتاب 44 هذا العام هو اختيار ضيف شرف أسوى بالمعارض العربية والدولية، فقد اختارت هذا العام المملكة المتحدة البريطانية لتكون أول ضيف شرف في معرض الكويت الدولي للكتاب. أكثر من 500,000 عنوان جديد من كتب يحتويها معرض الكويت الدولي للكتاب بنسخته 44. يوسف صفر، التلفزيون دولة الكويت.